السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا الذكاء الاصطناعي تقدر تعمل بيه صور رائعة بمجرد ان انت تكتب ايه الحاجة اللي انت عايزها. ظهر لنا بقى موقع بيسهل علينا السهولة نفسها، يعني هو الموضوع سهل جدا، لكن في موقع بيعمل لنا برومت جاهز بشكل رائع وبشكل جميل، واتعلم كتير جدا من الموقع دوت رغم ان هو سهل جدا. كل اللي احنا هنفتحه هي صفحة واحدة بس كده، سيبها لكم الرابط بتاعها، اسمها AI برومت جنريتور، يعني هو اللي بيساعدك في ان انت تعمل الصورة او البرومت اللي هتطلب منه الصورة. يعني الموقع ده مش هيعمل لك صورة، لكن هيديك البرومت اللي انت اول ما تبعتها لاي موقع يعمل لك صورة بشكل كويس. طيب تعال نشوف هتعمل ازاي. سيلكت ايمج، طيب تختار بقى انا عايزها مثلا مرسومة بالزيت، عايزها ووتر كلر بينتينج. طبعا كل مرة تجرب، يعني ممكن مثلا تكون في كلمة انت مش عارفها، موازيك مثلا، تمام. دي حاجة فنية مشهورة جدا، وغزة بالذات مشهورة بالفن دوت، اللي هي بتبقى متقسمة لأجزاء بسيطة. مثلا هتختار موازيك مثلا السبجكت، تمام. انت مثلا عايز تتكلم عن دراجون، عن ليون، طبعا تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، يعني هو في الاخر بيكتبها لك هنا، لكن انت سهل تكتب دراجون، تخليها كار، تخليها زي ما انت عايز، تمام. ايه السبجكت اللي انت عايزه ونقدر نعدلها. ممكن اقول له انا عايز انا اكتب انا الموضوع واكتب اللي انا عايزه. ممكن تقول له الباك جراوند انت عايزها ايه، مثلا غابة، خلينا نحط دراجون. وهي التنين بتعيش في الشوارع ولا في الغابات؟ هي اصلا كائن وهمي يعني. طب ايه اللايتنج؟ ماشي، هارد لايتنج، يعني تبدأ تشوف سايد لايتنج وهكذا. خلينا نقول له مثلا جولدن. طيب ايه البرسبكتيف؟ هل انت عايز شكل منظورته عامل زي كلوز اب، عايز تقرب منها على درون، فيش اي، تقدر تجرب. وممكن حاجة انا ما كنتش عارف اجربها او اسأل فيها، اعمل سيرش عليها، فالموقع هيعلمك حاجات ممكن ما كنتش واخد بالك منها. الكالر خلينا مثلا نقول كل تون. الليفل اوف ديتيل، عايز حاجة سيمبل خالص او عايز حاجة فيها تفاصيل اكتر، ممكن تجرب حاجات كتير جدا، ما فيش اي مشكلة خالص. الموقع مش مرتبط بحاجة معينة، يعني مش مالكش من التجربة، لا مفتوحة معاك، تمام. هقول له كوبي، ويروح بقى على موقع زي ليوناردو، واقول له ان انا عايز اعمل ايمج كرييت، واخد بقى الكلام واقول له ايه بيست، ماشي. وتبدا بقى تغير اي كلام بقى انت عايزه، يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز كور، عايز طائره زي ما احنا عايزين، تمام. وتقول له جنريت. طبعا ممكن تيجي هنا وتغير اللي انت عايزه، ممكن تقول له مثلا البلاتفورم انا عايزها اي حاجه من دول زي ما انت عايز. خلينا اقول له جنريت. دي صور كنا عاملينها لغزه ان شاء الله قريبا. فانت ممكن تكتب اي حاجه انت عايزها، ممكن في كل تون دي تبدا تجرب، تقول له هوت تون، عايز تخليها جولد زي ما انت عايز. طيب على ما هو يعمل دول، ممكن تيجي هنا وتبدا تغير شويه، يعني انا مش عايزها موازيك، انا عايزها اويل او عايزها ووتر كلر، وتاخد الكلام دوت اهو وتقول له كوبي، ونيجي هنا ونحط بقى الكلام الجديد، ماشي. والبرومت انهانس ممكن تقول له اوف، يعني قول التزم باللي انا عايزه، ماشي، وتقول له جنريت. فدي الصور اللي اتعملت اهي بالشكل دوت. تقدر بقى تشوف الصور وتقدر تقول له والله والله ده انا المفروض مثلا اعدل حاجه معينه في اللايتنج، مثلا عايز اقرب بالتفاصيل. الموزيك اللي هي الجزء دوت، شايف الحتت اللي متقسمه الحتت الصغيره دي، وهنا هي دي الموزيك. ممكن تبقى لوحه كبيره لشخصيه مشهوره، واللوحة كلها مكونة من صور صغيرة للمساعدين بتوعه، أو ممكن ترسم مثلا خريطة مصر وحاطط فيها صور صغيرة، لما حد عمل على زوم يبدأ يشوف مثلا أسامي شخصيات مشهورة، تمام. طيب ممكن تيجي هنا بقى وتعدل الحاجة اللي أنت عايزها، ممكن الستايل مثلا أهو، نرجع للعصر الفكتوري وهكذا. للأمانة في حاجات كتير أنا معرفهاش، يعني البرسبكتيف. طيب
بس مع التجربة بتبدأ تتعلم في ستايل مثلا يعجبك فتبدأ تعرف اسمه ايه. لذلك لما تغير حاول تغير متغير واحد بس مش حاجات كتير، عشان تاخد بالك ايه الحاجة اللي تعديلها أثر معاك. يعني لو انت غيرت كذا متغير مش تقدر تاخد بالك تأثير عامل ازاي، انما لما تغير واحدة بس تبقى عارف اه لما غيرت نوع الإضاءة اتغير معاه ازاي. فالأمر دوت سهل علينا كتير جدا ان احنا نعمل حاجة بروفيشنال. يعني انا ممكن اقول له ايه ارسم لي دراجون فيرسم لي كذا حاجة ما تعجبنيش، انما لما حدد له شكل الكاميرا والالوان والستايل اللي انا عايزه والحاجات دي كلها الديتيلز، فده بيفرق بيجيب لي صورة هي دي اللي انا بحلم بيها او هي دي بالظبط اللي انا عايزها. تمام، هنا بيقولك ان الصورة دي انا شاكك انها ممكن ما تكونش يكون فيها حاجة سيئة يعني، لكن بالتجربة ما دمت كاتب كلام محترم هطلع لك صورة عادية يعني. ف ده المواضيع اللي احنا كنا جربناها. ماشي، طيب لسه معانا نقط، فخلينا نغير حاجة تانية. ممكن نغير ايه؟ موشن تون مثلا، اهو حاجة واحدة وتقول له كوبي وتيجي هنا وتقول له اعمل لي صورة بالشكل ده. ده تكست تقدر تعدل فيه، يعني ممكن بدل دراجون ده تقول له انا عايز مثلا كاتس قطط، وتشوف مثلا اللايتنج تبقى عامله ازاي والبرسبكتيف بيبقى عامل ازاي، تقدر تعدل فيها وتلاقي نتائج جميله. كان في يقول لك ايه الغبي اللي بيقعد يجرب نفس الحاجه وينتظر نتائج مختلفه، انت هنا ممكن تجرب نفس البرومت وتجي لك نتائج مختلفه، ف مفيش مشكلة جرب نفس الحاجة جرب حاجة مختلفة مجانا، انت يعني ما تدفعش حاجة، انت كده كل يوم بيزيلك 150 نقطة فبنستغلهم بقى اهو. عمل لنا قطة هيبقى اشكال جميلة. ماشي، ممكن نقول له مثلا انا مش عايزها في الغابة، ده انا عايزها في الشارع مثلا اهو. فين تبدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها تقدر ان انت تختارها، شكلها ألعاب. فعمل لي الصور بالشكل دوت. فأتمنى تعجبكم الموقع وتجربوا، وياريت تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.